اليوم راح نتكلم عن أخيس وأسوأ وأكثر مواقف بيض صارت معي. طبعا حياتي كلها بيض، ولكن اليوم راح نختصر هذه المواقف، راح نتكلم عن 3 مواقف فقط. ومن دون كلام كثير خلونا نبدأ على بركة الله. الموقف الأول، لما كنت صغير كنت أتفرج عادي على الكرتون، وكان دائما في شخصية الأعور أو الأعمى أو اللي عنده رقعة العين هكذا، وأنا كنت صغير أشوفه أنه شخصية جدا كول. ومن هذه الكراتين تعلمت كلمة جديدة وراح أجيب أم العيد فيها. وقتها جدي كان مسوي عملية لعين اليسار ورحنا حتى نشوفه، فكان في ناس كثير وعمامي وخوالي وشخصيات من العشيرة والقبيلة وسكان المريخ والأرض والزهرة، وكلهم جايين، كل شخصيات الكوكب جايين. فأنا لما شفت جدي كان طبعا مغطين عينه اليسار هكذا طالع كنا قرصان، فأنا بمنتهى اللطافة قلت له: واو جدو صرت أعمى أعمى أعمى. وأنا أطول هكذا أشوف نظرات الناس هيك فجأة تغيرت كلها وصارت شريرة، عم الصمت على الجميع، طبعا هذا الصمت الذي يسبق العاصفة. بعدها على طول جلد جلد، عينك ما تشوف إلا النور يا باشا. جميع فئات الشعب بتضرب فيك. وانا وقتها ما فهمت ايش الخطأ اللي سويت اصلا. بعد ما انفرشت وانجلت جلسوا يشرحوا لي انها سبة، ما ينفع تقول كذا وهكذا، يعني كان موقف زي هل جدي هو الاعور الدجال؟ الموقف الثاني، كنا ساكنين في بيت جدي، بس مو هذاك الجد، لا جد ثاني. الزبدة يعني دخلت الحمام حتى استحمى، وبعد ما خلصت انتبهت اني جبت ام العيد ونسيت هدومي اصلا، ما جبت هدوم. فكان عندي خيارين، واحد اسوأ من الاخر صراحة، اما اني اطلع من الحمام انفصخ واركض اظل اجري لين ما اوصل لغرفتي وهناك البس هدومي، او الخيار الثاني واللي طبقته انا هو اني البس جلابية امي اللي كانت موجودة في الحمام واطلع من الحمام واروح على غرفتي وهناك ابدل الهدوم. فانا وقتها توقعت انه ما في احد في البيت، يعني الجميع خارج، فما راح يصير اي شيء. فلبست الجلابية توني اطلع من الحمام هكذا، ولا بابارابا صرت وجه لوجه فيس تو فيس مع جدتي اللي قاعدة تناظرني وهي مصدومة. والله لا تشوفون ردة فعلها، قادم تسمرت في مكانها من الفجعة، وانا كمان تسمرت في مكاني من الاحراج وتجمدت هكذا، وظل واحد يناظر الثاني هو مصدوم. بعدها قالت لي نعيما وجلست تضحك 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 يا جدتي. بعد ذلك انا من الاحراج ركضت مباشرة على غرفتي وهناك بدلت الهدوم. الموقف الثالث والأخير في هذا الفيديو، وهو الأكثر بيض وإحراج صراحة. يعني في أيام المتوسط كنت راجع من المدرسة، فدخلت الصالة لقيت امرأة أو ست كبيرة، مو كبيرة يعني متوسط العمر 40 هكذا أو أكثر شوية، جالسة في الصالة مع أمي. فقلت أسوي نفسي هكذا مؤدب ومحترم وأروح أسلم عليها، وأدخل أسلم عليها هكذا بمنتهى الجمال وأبوسها. طبعا عندنا السلام أنت لازم تسلم هكذا في إيدك ولازم تبوس، يعني لازم. وبعد ما سلمت وبست هكذا وإذا هي تنصدم، أطالع في أمي أشوفها مفجوعة، فأنا انفجعت معاهم، فإني فجعت على فجأة الفاجعين. فبعد ما مرت دقائق هكذا من الفجأة قلت سلام عليكم أروح أنامان، راحت نمت. لما قعدت بعدها أجت الست الوالدة وقالت لي: إيش سويت يا حيوان؟ إيش فيه؟ فين المشكلة؟ كنت أحسب هاي الست يعني من أقاربنا اللي ما أعرفهم واللي يجونا بالسنة مرة أو كل 50 سنة يجون مرة واحدة، فقالت لي: لا هاي جارتنا الجديدة يا حمار. وقتها ما كنت فاهم انها جارتنا وهكذا، فيعني ما حسيت بالاحراج، حسيت بالاحراج بعدها يعني. وخلي اقول لكم اكثر، انه الظاهر هي ماتت من الاحراج بحيث انا ما شفتها مرة ثانية ابد في حياتي، جزء كل ما اجي انا هكذا هي تختفي وانا اختفي، ما حشاف الثاني مرة اخرى في حياتي. وهنا وصلنا الى هذا الجزء من المواقف البيض. اذا عندكم مواقف بيض او مواقف هكذا محرجة زيها كروها بالتعليقات، واذا تريدون جزء ثاني اكتبوا لي ايضا، وبس سلام.